سجلي عندك 3 ملايين لسلوى. ليش 3؟ خليهم 4. لك ساويهم 5 كلهم بألف ورقة. 1000 ليرة. تمام. جهاز ضغط وسماعة. ياباني؟ ايه ياباني، لكان تايواني، وإذا في أمريكاني معليش. 2000 ليرة. نسخة كتب ب1700 كاملة. 1700. الأولاد وين بدنا نسجلهم؟ قالوا مدرسة. حي الله مدرسة. لا مو حي الله، في ب4000 وفي ب5000 وفي ب10. خليهم بتبع الأربعة. لا عمي، هدول أولاد النايحة، بسجلهم تبع الـ10. الدروس أحسن بدي اياهم يجيبوا علامات. شو الفائدة إذا نجحوا ما جابوا علامات؟ قولتك مصاري وفي، على شو خايفين نحن؟ هذا حكينا. وهي 20000 ليرة. خليهم يتبهنكوا، لك الحمد لله هلا ما عدنا بحاجة لا شغل إضافي ولا شيء. شلون ما عدنا بحاجة هلا؟ هلا ما منخلص الحساب إلا بيكون المصاري خالصين. بس يطلع القرض منسدده. وبعدين ما بدنا نعيش؟ خلاص الراتبين بكفونا أكل وشرب، ما بدها بزخ القصة. بزخ شو؟ الأولاد عم يشتهوا 1000 أكلة ما عم بقدر أعمل لهم إياها. كل مرة بعمل حالي ما لي سمعانة. أنا روح كمان يا جمانة، إلي حق ب8 ساعات راحة و8 ساعات نوم، لائحة حقوق الإنسان هيك بتنص. طالما تجوزت وخلفت مالك حق، لازم تحسب حساب الأولاد، خلفتهم أمن لهم معيشة بتليق بالبشر. كل خميس عم روح أهلك بالحفر، أنا مشان مين عم بحفر؟ مشان حالي ولا مشانكم ومشان الأولاد؟ الحفر ما له نتائج مضمونة، ما بتعرف إمتى رح تلاقي. ولا يهمك، الخميس الجاي أكيد. مو خسرانين شي، بتدور على شغل، وقت اللي بتلاقي شي بالحفر بتترك الشغل. ماشي. قوم روح لعند منصور. هلا حبكة اليوم؟ إذا ما رحت هلا ما رح تروح بعدين. جمالة أنا عندي فكرة. شو هي؟ بالقرض تبعك بنفتح شي مصلحة. مصلحة شو؟ من تاجير. بشو؟ لك منبيع ونشتري عقارات. يا عيني عليك، هلا عجبتني؟ لك أنا من زمان بعجبك، بس ما كان في بين إيدي إمكانيات. يطعمك الحج والناس راجعة. أخي بعرف إنه القرض قليل، يا دوب يطلع له 40000 ورقة، ما بنشتري لحالنا، منشارك حدا. لك سوق العمار بهالأيام دائر دائرة مو طبيعية، ما في لا بيعة ولا شروة. أنت منين بتجيب هالحكي؟ لك أنت قل لي وين عايش؟ ومالك عايش بهالبلد؟ قبل كان في بيع على ودنه، بس هلا ها دائرة لا بيعة ولا شروة. شو بدنا نشتغل لك منصور؟ تفتح دكان بتبيع فيها أكل وشرب، بهالأيام مو ماشي غير الأكل وأكل الهواء. ودوامي؟ دوامك بتحط واحد قبل الظهر، وأنت بتنزل بالدوام بعد الظهر. شو بدنا نبيع بالدكان؟ بنبيع فيها خضرة، فواكه، موز، خيار، قتة. يا حبيبي، والدكان منين؟ لك شو تحت إيدي دكان، شو دكان؟ ما بدها فروخ؟ لك ما بدها فروخ، بناخذها ضمان، بالشهر أجارها 5000، بس بده 6 شهور لقدام. يا حبيبي هدول 30000، لك كل القرض عم لك 40000. أنا بشاركك. بس لازم تعرف القرض ما بيطلع قبل شهر ونص. ما مشكلة، محلولة كمان، بتلاقي واحد يدينك وبس يصير معك ترجع له ياهون. ايه وليه؟ شو صار بالقهوة؟ لا تقول له وليه. ليكني جاي. تفضل. تسلموا ايدك اخي. شكرا، عزبناكي. ما بحط. اخي لما مو غريبة، مرت اخونا. انا ما بقي حدا يديني بالبلد كله. شوف ابي. ليش ابوكي معه؟ بدبر لك من عند عمي. لا عمك حرامي، ما بمشي الحال معه، بنوب ياخذ بالفايز. لك اخي ياخذ بالفايز، شو عليه؟ كل شغلتنا شهر، ما نخليه يتراكم علينا نحن. لا لا ما بدنا. ايه لا بدنا، يكتر خيره اللي موافق يديننا. لك ماشي اخي لا تعصب، خلاص انا اليوم باخذك لعند عمي، هو بياخذنا لعند اخوه. ليش اليوم؟ هلا بنروح، بلكي بنتفق على الدكان اليوم. خلاص بنروح، انت بس بدك شغلتك يا على حالك. لانه اذا اتفقنا اليوم بكره بنفتح على الدكان وبننهي الموضوع كله. ماشي، انا موضوع. لك الدكان. يا عمي اهلا وسهلا. تفضلوا. تعرفي خالتي اللي بيشوفك مشترية كل هالاغراض بيفكرك انه انت العروس مو سناء. افتكار ابن خالتي. شو رجعتي لافتكار؟ اي نعم. عندك مالي؟ من حقي انه البس، مو بنتي اللي بدها تتجوز شو فيها؟ من حقك تلبسي ومن حقك تشوفي حالك كمان. يعني شو قصدك؟ يعني قصدي انه هلا افتكار رح تتفرغ لجوزها ونحن ما رح نتركك لحالك. لا حبيبي، انا ومرتك ما بقعد بنوب بنوب. شو دخل مرتي بالموضوع؟ انا عم بقصد شغله تانية. شو هي الشغله التانية؟
بدنا نجوزك. بس نحن راحت علينا يعني مو إلا إلا شلون بتقولي إيش راحت عليكي؟ أنت منك والصبايا لورا كله. شو سهيل من هلأ بدك تخلص مني؟ لسه لا فتينا ولا غمسنا، رح تعمل مثل ما بيقول مثل حماي حما؟ بالعكس تمام يا مرت عمي، بالعكس أنا ما بدي إياكي أبداً تحلي عننا وتنزلي عن كاهلنا وتفرقينا بريحة طيبة ونخلص منك، أنا أبداً ما بدي هيك، أنا بالعكس بدي إياكي بالعكس شوفي حياتك أخ لك. لا حبيبي أنا راحت علي. الرجال مقتدر وضعه منيح وأنت عجبتيه كثير. ليش من وين بيعرفني؟ حاكين له عنك جماعة. أمي ما بدها تتجوز وأنا مستعدة أخدمها العمر كله. خلي ابن خالتك يكفي كلامه. هو صحيح أنا ما بدي أتجوز بس على القليل نعرف شو القصة. أنا بدي أعرف ليش صهرنا ساكت، بشو عم تفكر؟ أنا ما عم فكر بشي ضد مصلحة الدولة أبدا، أنا عم فكر ضمن مصلحة الدولة لأنه أنا مواطن مثالي نموذجي، أنا لا أسمع لا أرى لا أتكلم، أنا مواطن مثالي، وأنا إذا حدا فكر بشي ضد مصلحة الدولة أنا ما بسمح له لأنه بيكون خسيس، بيكون واحد خسيس. عم فكر بالعرس أنا. فارس كمل القصة لاحقين على صهرنا. هلا قلي الرجال شو شكله؟ سهيل بيعرفه. أنا؟ إيه كنت تشتغل عنده. أي واحد منهم بالضبط يعني؟ أبو شوكة. إيه طبعاً تذكرت أبو شوكة. إيه معروف أبو شوكة، أبو شوكة حباب حساس رصين، أبو شوكة معروف. إيه لا أبو شوكة ولا أبو معلقة، أمي ما بدها تتجوز، فهمتوها ولا ما فهمتوها لسه؟ تضربي خلينا نعرف منو هاد أبو شوكات. هو صحيح أنا ما بدي أتجوز بس مو غلط نعرف شو القصة. هاي القصة، الرجال حكى معي بقى شو قل له؟ قل له لا طولي بالك خلينا نعرف شو القصة. أنا اللي عندي حكيته، الكرة بملعبك، شو قل له إيه ولا لا؟ شو رأيكم الشغلة محرزة؟ ماما أنا مش بلاكي أي إيه يا أنا ما رح أتركك، منسكن كلياتنا سوا. شو يعني إيه؟ يعني إذا الرجال مو سيء ليش نقول لا طالما على سنة الله ورسوله. سكر الباب يخرب بيت قلبك، سكر الباب، سكر الباب، العمى العمى يخرب بيت قلبك. شو فيه؟ لك بزتنا كل ستة بنت حلم الله، بتقولي صار له 20 سنة بهالمصلحة كلياتهم فاتوا على البازار ربع ربع إلا هوينة عشرات عشرات روحنا دبلكة عامل لي حاله شاطر شاطر شاطر. مين هو؟ وقت تفتح قولي له إنه أنا هاجرت على أستراليا. واقف وينه هذا الواطي؟ ليكم متخبي بغرفة النوم. مين؟ أخي سعيد الحمد لله على السلامة. الله يسلمك مسكي. تعال هون تعال هون. انت واحد شباب لك شلون تتركهم يضربوني وبتهرب شلون؟ لك انا فتت بجلدي. لك شو لفتت؟ لك بلغ الشرطة على الاقل. لك انا بلغ الشرطة؟ اذا بدي بلغ الشرطة مو لصالحك، الجماعة طلعوا موادم واكتفوا انه عملوا لك قتلة. هيك رأيك؟ ايه سنتر لك سنتر جول. تفهموني شو القصة؟ هاتي لقلك مو صرنا على اساس نشتغل بالبازار، وقفنا بالبازار عاملين مزار، حاطين سحارتين دراقي. اللي يقولوا على ثلاثة ثلاثة وربع، هداك يقولوا ثلاثة ونص، هداك ثلاثة ارباع، أنا قلت لحالي نطن عشرة عشرة، 13، 23، حسبنا ضربنا قلنا بيبعوا لهم معنا 200 300 ورقة، رسي علينا المزار، قال ناولنا 400، مدينا إيدنا ناولناهم 400 ورقة، طلعوا 400,000، أوف ليش 400,000؟ طلع المزاد على برادين وهدول حاطينهم مسطرة. وبعدين ما بتذكر ما عاد شفت قدامي غير انه هالواطي اللي فوتته بالجول هلا هرب وتركني لحالي. من اوله سهيل اللي اوله شرط اخره سلامه، موظفات ما بدنا نعزين، انا ما بطيق ولا وحده فيهم، لا شرشبيل ولا شمقرين الساحره ولا هي امشى بشيل الدرع. ماشي ماشي انا معك بطرحك بس خليني اشوفهم شوي بقى. بالمناسبه بحب نبهك كمان، مو كل رجالنا نعزمهم، في رجال انا ما بطيقهم، مثلا عصام ما بدنا نعزمه على سبيل المثال، هذا كرشه كبير بياكل بحس حكي بعد. ليش من اولته بدك تغارسه؟ هي بزعل منك ها، بعدين انا كتاري اللي خطبوني بس انا ما رضيت الا فيك.
شو نسيتي القصة اللي كانت بينك وبينه؟ نسيتي كيف كنت تلقميه بإيدك؟ ما بدنا نعزمه، مستحيل. بالنسبة لعصام بتنسي الموضوع نهائيا ولا بأي شكل من الأشكال. بلا بلا بلا، خلص طول بالك، لا تعصب. أصلا أنا ما قلت لك اعزمه من الأساس، ما قلت لك اعزمه، يعني أنا إذا بدي إياك تعزمه بس مشان أحرق له قلبه. ولا بأي شكل من الأشكال عصام بينعزم إذا بتريدي، لو سمحتي. صباح الخير. الله لا يصبحك إلا بالخير. كيفك تعي؟ وينك لهلا؟ كان عندي شوية شغل. لك تأخرت يا تعي، تأخرت. شو ما بتعرف إنه عرسنا نهار الخميس؟ لك يا أخي يوم الخميس عرسك مو عرسي أنا. بقيان علينا كم شغلة من نروح نكمله، ما بنقدر نترك المكتب فاضي. لك أنت ركتوه فاضي ولا مليان مو فارقة. أصلاً نحن هون موجودين بلا طعمة، حاشريننا حشر مثل قلتنا. كمالة عدد ما لنا لزوم. شلون ما لهم لزوم؟ شو هالحكي اللي عم تحكي أنت؟ لك يا عمي حاجة تحكوا حكي ما له طعمة. ثلاث أرباع موظفين الدولة بلا طعمة، حاشينهم فوق بعضهم مشان يقولوا انه ما عنا بطالة. استعيد انا لي رأيي. خلصنا سهيل، حاجة تغنبي، انت هو اللي عم يغرق. لك يا اختي ما بدي اغرق، ما بدي اغرق، اصلا انا ما كنت بدي اسمح له يورطني، لبقى تورطني انت مرة ثانية سعيد اذا بترينه هيك بدك تعمل. لك انا توريت وما توريت، هذا الحكي بيحكوه بالصحافة يا سهيل. يا اخي يا روحي، بالصحافة في خطوط حمراء ما مسمح لهم يتجاوزوها، نحن ما بنعرف هي الخطوط الحمراء، بنفشخ فوقها، بنقوم بناكل اخ. مناكل اخ. لك فهمت عليك، بس انت صاير خويف وجبان بصراحة. سعيد الله يخليك، مو وقتها هلا. سعيد حد قريني يا سعيد، الشغلة مو قصة خوف سعيد، مو قصة خوف، بس هدول يا سعيد بيشيلوا مشايلة ما في عندهم على المكسر. سهيل خليك ساكت، انت بدك نكشة لحتى تكبس الشريط. خلاص سكتت. هلا لو كل الناس بيجوا بلا عيون وبلا اذان وبلا لسان، هيك كلهم بيصيروا مواطنين صالحين، كلهم بيصيروا مواطنين صالحين، مو احسن هي؟ لا سيدي مو احسن، لانه بهالحاله بصير القش على العمياني. اما اذا عرفوا مين طقاق الحنك ومين الساكت بيكون اريح، هيك بيفرزوا، بياخذوا طقاق الحنك وبيطبطبوا على الساكت. المهم انت خفف لنا يا طق الحنك، بدك تطقه طقه بس مو قدامنا، لانه اذا طقيته قدامنا ابن خالتي بياخذنا كلياتنا. احكي لي مقبوله من ناحيه الشكل؟ مقبوله كثير، ممتازه، خاليه العلام. شو عرفك؟ شو عرفني؟ انا صاحب خبر بهالامور، شبك؟ ايه قل لي، انت بدكم تعملوا الكتاب؟ بكره الصبح بنروح نحن والشهود بنقرا الفاتحه وبنبلش بالمعامله، ويومين ثلاثه لازم تكون العروس ببيت ابوك. حط على راسك وافتح الباب يلا. طيب. ايه يلا شو بكون؟ يسعد لي المساء يا ابي. سعاد فوتي جوا. ايه ابنك هاد ما حدا غريب. لا جوا. طمني يا ابي، شو صار معك؟ خلاص مشي الحال. لك الله يخلي لي اياه. وامتى اتفقتوا؟ بكره رح نكتب الكتاب. بكره ما بنلحق، امتى بدنا نعزم وامتى بدنا نجهز؟ لا بدها تجهيز ولا بدها عرس، بعد الكبره جبه حمراء. انو جبه حمراء وانو كبره؟ لك بعدني شاب. مو انت ابو سعاد. شو دخل ابو سعاد بالموضوع؟ خطبنا له امها. وانا هلا انت بتلاقيها حلوه نخطب البنت وامها بيوم واحد؟ اي والله مو مناسبه. كنت تخطبوا لي البنت بعدين خذوا الام. اخي هذا اللي طلع معي. وانا امتى؟ بعد كم جمعة زمان، بس نرتاح من هذا القرد. أنو قرد؟ بس الخير. ذكرنا القط إجا عم ينط نط. هلا كنا عم نحكي عليك. سوري. شو رأيك بهالألمعية سوري؟ ما شاء الله حولك وحواليك. لك شفت هيك أحسن لك. بكرة بتطلب إيدها من عمها جوز أمها، ما حلوة تطلبها من حرمة. وأنا بيشرفني. بيشرفني نعزمكم. طاش شريقي رايح اشرب كاسة شاي. انا ما بتفرق معي، مو بتجوز. انا بتفرق معي، بدك ياني روح عند حرمه وتقلي لا؟ ما راح اقول لك لا. ليش بدك تقول لا؟ افترض يا اخي النسوان بنص عقل كل شوي برايي.
فارس بيعرس بنت خالتي الاستاذ فارس. شكرا شكرا كثير وشكرا لتلبيتكم هالدعوه الكريمه وان شاء الله عقبال عند اولادكم جميعا. سيداتي آنساتي سادتي مساء الخير. بالنيابة عن جميع الموظفين التابعين لإلي بالمديرية الحقيقة وبالأصالة عن نفسي اسمحوا لي أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ فارس ومقام الأستاذ فارس يلي شرفني بدعوته لإلي مع هذه الوجوه الكريمة والنيرة بمناسبة زفاف بنت خالته الآنسة افتكار. الإنسان بهيك مناسبات بتخونه ذاكرته، مشان هيك ما فيني أقول إلا ألف مبروك وبالرفاه والبنين لصاحبة العفاف الآنسة افتكار وأرجو قبول هذه الهدية المتواضعة مني أنا شخصيا. وأنا اسمحوا لي بصفتي تربطني علاقة زمالي بالعمل بالآنسة افتكار بنت خالة الأستاذ فارس إني أتمنى لها هي وعريسها حياة سعيدة واسمحوا لي أقدم لها هالهدية الصغيرة بهالمناسبة الكبيرة. وأنا اسمحوا لي أعرب عن تشرفي بمعرفة الأستاذ فارس وأعبر عن مدى سعادتي لتخصيصي بدعوة لحضور عرس بنت خالة الأستاذ فارس وتمنياتي لهم بالسعادة والهناء. وأكثر من هيك شو بده البني آدم؟ وأنا اسمحولي بهالمناسبة هني العروس بنت خالة الأستاذ فارس بمناسبة دخولها للقفص الذهبي وبتمنى لها أحلى محكومية مؤبد بس من غير أشغال شاقة. اسمحولي أيها الزملاء باسمي وباسم الديوان أن ألقي هذه القصيدة التي كتبتها الآن أثناء كلماتكم الارتجالية الجميلة. يا ابنة خالتي فارس تيهي تيهي في شعاب العز فإن العز مرباكي وقولي بعالي الصوت يا بشر أنا افتكار المجد فإن المجد حاميك وشكرا. وأنا أيضاً أيها الزملاء اسمحوا لي باسم المالية أن أهنئ زميلتنا افتكار المثالية بنت خالة الأستاذ فارس وأتمنى لها السعادة والهناء في عش الزوجية. وأنا باسم جميع الموظفين لا يسعني إلا أن أضم صوتي إلى بقية الأصوات التي غردت منذ قليل بالتهاني والمباركات وأتمنى من الله عز وجل أن يكون العروسين عند حسن ظن الأستاذ فارس. شو أستاذ سعيد ما بدك تهني زملائك العروس والعريس تقبرني؟ لا شو ما هني بس كنت تارك حالي طشي مثل وضعي بالدنيا. اسمحوا لي بالمناسبة هني صديقي. وينه سهيل؟ ما بعرف وين راح. أنا بقول لك وين راح، هذا الأخ ما سمع اسمه لا بالتهاني ولا بالتبريكات، كله افتكار بنت خالة فارس، فارس وافتكار، ما طلع له اسم فكر حاله مو معزوم. ايه بصير بعرس العريس ما بينعزم، اسأليني انا. مين؟ افتح انا سعيد. بوط لك وينك انت؟ بهدلتنا وينك انت؟ ليك مين؟ حدا بيترك العرس وبيمشي؟ لك مجنون انت؟ لانه نسيته انه في عريس موجود ما سمعت اسمي ولا مره بالعرس. هلا وقت طمستك انت؟ قوم البس رجلك قوم. ما بدي قوم خلينا نرجع على العرس قوم بقى. ما بدي لا اقول لكم شي عريس غيري استعيروا لكم شي عريس قراضه انا ما بدي. قوم ولا شو مضحكتك نحن؟ انا اللي مضحكتك ومضحكته ومضحكت الكل. ضبطوني هيك على الكرسي ونسيتوا انه في عريس موجود اجوا رجل كرسي انا. قوم لا قوم احسن ما بلبس لك عيونك. ها لا يا استاذ فارس ما بسمح لك.
هذا مواطن وله حقوق ومحمي، ما بصير تحكي معه بهي الطريقه. حاكي بالاقناع بيفهم، انا عم اقول لك بيفهم. قول يا حيوان. شفت هي بالاقناع فهم. طلع طلع. ايوه شو طلعوا لسا؟ حيو طلعوا، ما في على السنة غير طلعوا. سمعت؟ شو؟ سعيد؟ ايه؟ ناولنا المخل. شو طلعوا؟ بينت البلاطة هات. الله أكبر أخيرا. والنعم بالله، بس لا تقول فول حتى يصير بالعدول. أنت قلت طلعوا. أنا عم أقول يمكن. ما قلت يمكن أنت. هات لشوف. يلا مسيه. هلا قول فول صار بالعدول. يعني زنقلنا؟ لولد الولد خف جمل هاد، يعني حمل جمل ذهب. على دلعونا وعلى دلعونا طلعوا الدهبات يا نور عيونا، على دلعونا يا طلعوا لي الدهبات يا نور عيونا. شباب يا شباب على شباب شباب تطفي الضوء، اطفي الضوء وضب العده يا وام. لك شوفي لك سياره وقفت بعيد طفت اضويتها ونزلوا منها عالم. بشو نزلوا يقضوا حاجه يا اخي؟ اني حاجه مو شكلهم هالشكل. أربع أبواب تسكروا. لك يلا بسرعة. يلا تخبى لبين ما تبين شو القصة. يلا أمري. يلا ها. شو؟ يا حيو. مدري شو عم يطالعوا من الحفرة. يمكن الذهبات. خلينا نهجم عليهم. لك شو نهجم؟ أنا جوم هدول دورية هدول. معناها خلينا نمشي. لك شو نمشي؟ ما نمشي، ما فينا نتحرك قبل ما يقلوا المنطقة تماما. لك مبين عليهم طولين. لا رايحين على سيارة. أخي سرور اعتبارا المرة الجاي لما تحسبوا حسابي دبروا واحد غيري. ليش؟ صار شي؟ من فترة وجايين تحسنا بطلنا نلاقي شي. لا تلمح سبيع، من قبل ما اجي ما كنتوا عم تلاقوا شيء، مو على دوري هي الشغله. بس كنا نحفر بامان وبحياته ما حدا اجى على خبر. يا باطل يا باطل، راح كل تعبنا على الفاضي. طار الذهب. لك طار الذهب طار بعد كل الحفر. لا وانكسر ظهري منشان يجوا باخر لحظه وياخذوا كل شيء. شو بدنا نعمل هلا سرور؟ بعد كل الحفر والشقا نطلع فاشوش؟ ولا يهمك ابو سعود، البلد مليانة حيايا وزلاحف وعقارب، وشي حافر وشي نافر، مندور بغير مطرح ومنحفور. يا لا لا تحسبوا حسابي. لا تيأس. ايه شو ما يقاس؟ من وقت ما اجى الاستاذ سعيد انت حسنا. خيو نجمه مو ضابط على نجمنا. اذا حاسين اني انا السبب بنسحب اذا بدكم. لا لا انت كفي اخي، انا بروح بدور على جماعة غيركم. خلونا نمشي قرب يشقشق الضوء. يشرفوا شرفوا، خلينا نمشي، بكفينا الخازوق الصباحي، ما بدنا حدا ينجلط منكم هلا. سهيل قوم تسطح التخت مثل العالم. قوم. معلش معلش انا ماني نعسان، ماني نعسان. شلون مالك نعسان؟ نمت فوق الكرسي. ايه معلش هلا هلا بروح على بيتي بنام. شو بيتك ما بيتك؟ هذا بيتك، هداك البيت انسالي اياه بالمره. خلص انت نامي، ما عليك مني، انت نامي نامي ارتاحي. لك شلون بدي نام وانت مهموم؟ ما بيهون علي حبيبي. انا ماني مهموم بس انا هيك شوي صافن عم فكر. شو عم تفكر؟ بعدين هلا وقت الصفن والتفكير. فوتي امي.
خزيت العين، اللهم صلي على النبي. شو هالحلاوة وشو هالجمال. صباحية مباركة يا عرايس. الله يبارك فيكي أمي. الله يبارك فيكي أمي حماتي. لك بنتي، لك بنتي، شو أنتي ما بتفهمي؟ بدلة العرس بتلتبس بس ليلة العرس. بعرف. يوه، بس هل بتعرفي ليش فايقة من قبل الضو لابستيها؟ أمي أنا مو فايقة من قبل الضو ولابستها، أنا لهلأ ما شلحتها، أنا لساتني ما نمت. لك سهيل، وأنت لساك لابس بإجرك كمان؟ إيه أمي. إيه أمه. ايه يا حماتي. إيه. لا ما في كلام، بدي اتصل بفارس. لا لا تتصلي بفارس، خلص ليش لازم تتعش بفارس؟ معقول تتعش بفارس مشان شغله صباطه؟ قوموا يلا الصفره جاهزه، قوموا كلوا يلا. معلش اعذريني انا مالي نفس، ما بدي افطر. ايه لكان يعني بدي اتصل بفارس. لك لا خلص اني نفس، اني نفس، خلص اني نفس، انا هلا طوعيا بفطر. لا مو كل شغله بدي اياها منك بدي اتصل بفارس. بقول لك كل بتاكل، بقول لك اشرب بتشرب. فارس مو فاضي انك كل ساعة لك يا سهيل. معك حق فارس مو فاضي، مشغول. قوم انزل. ما بدي انزل. خلص طول بالك انت التاني، اعتبر اخي حفرنا وما طلع معنا شيء. لك انا مو هذا اللي عم فكر فيه. بشو عم تفكر؟ بسبيع. شبو؟ شاكك فيه. شاكك بشو؟ هلا هدول الجماعة اللي جوا أخذوا الذهبات، شو عرفوا إنه هلا نحن عم نحفر هو؟ إن بعض الظن اسم يا رجل، هدول أكيد مراقبيننا من زمان لحفرنا وطبوا فينا. أحمد ربك إنه نفدنا من هالدورية. لك مو دورية هدول. لك شفتهم بعينك أنت، لو ما شفتهم بعينك كنا قلنا حاجة تتبلى لسبيع. لو دورية كانوا حاولوا يدوروا علينا. مو قشوا الذهبات ومشيوا؟ يعني قلتك من تحليل صفة؟ من تحليل، وفي حدا متفق معهم وعاطيهم إشارة كمان، لأنه مو معقول يزبطوه على البلاطة. وشلون بدنا نعرف؟ بدي راقب سبيع، وإذا كان هو بدي اشرب من دمه وعمله بروستيت. وهلا شو ناوي تعمل؟ نوقف الحفر؟ لا، بدنا ندور على محل تاني. وين؟ بنفس المنطقة. عندك بارودة؟ لا ما عندي. لشو البارودة؟ بدنا نطلع على الصيد. لك شو عم تخبص انت؟ هلا وقت الصيد هلا؟ اخي بنعمل حالنا عم نصيد ومتدور على دليل. انا عندي كتاب دلائل. عندك باروده؟ ايه عندي انا. ايه انا ما عندي باروده. دقدس بدور هنا حنا هلا تدبر باروده. ماشي. راح امن باروده انا. امن باروده. أنا ومرتي والولاد أربعة. زائد أربعة. نسوان ولادي وأخواتهم وأهلهم 60. زائد 60. جمانة وسعيد وأخواته وولاد أخواته ونسوان أخواته وبيوت حماهم 20. زائد 20. عندك موظفين الدائرة اللي بيشتغل فيها سعيد مع موظفينها مع أسرون وعائلاتون 150. زائد 150. في عنا كمان المعلمين والمعلمات بالمدرسة اللي بشتغل فيها جمانة مع توابعون شي 50-60. 50 ولا 60 معلم؟ حطوا 70، خليكم معنا زيادة أحسن ما ينقصوا. هات لشوف، ذكرني شو في كمان. وأنا وعيلتي شي 100. حطوا 150. ما في غير 100 معلم. هلا ما بيقدروا كل اثنين يدبروا واحد. بتدبروا. حطوا 150. حاضر. لك هات لشو، خلينا نتذكر انا وياك مين بي عنا. حطوا هدول اللي بسوق الخضرة، هدول اصحابنا. صباح الخير. صباح النور. يا اهلي يا اهلي. جيت والله جابك. عود 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 احسب معنا. شو عم تحسبوه؟ عم نحسب عدد الاصوات اللي بتجيبها بالانتخابات. خلص لا تاكل هم، بكتب لك ياهن على ورقة وبجيب لك ياهن انا. خير صهر شو في؟ بصراحة أنا معزوم على الصيد. سألوني إذا عندي بارودة ولا لا، استحيت أقول لهم ما عندي، لأني أنا صهرك مشان ما تتشرشح أنت، بتعرف بيت البريقي عندهم كل شيء، إيه بسألك. العيونك، أنا أبو البواريد. بس بدي إياها بعين واحدة. مو من هالعينتين. هذا جوزي ما بده يكبر بنوب. ها؟ ناطعني جسم على الفاضي، شروال ماله دكتور 24.
اللي مثلك ما لازم يكون عنده هوايات. لك ليش صدق انت ليش؟ لك يوطي صوتك، مو اخدين معنا شيء نحن منصور شبك. بكره ما بنحس وبندرى الا ما عاد نقدر نوقف على رجلينا وبنقول العمى شو راح علينا شبك. اصلا تنس ما عندي وقت العب، مشان هيك بضل بجرب طالما بقدر جرب. انا خايفه هالباروده تعملنا شيء مشكله. حاكم انت المي بتقلب بايدك زيت مغلي. ارجو تتعاملوا معي بشكل اكثر احترام، انا انسان والانسان معرض لكافه الاحتمالات. بعدين مو كل الشغلات اللي صارت معي انا مسؤول عنها. ما انا هيك قصدي، انت حظك مو كتير منيح، راكبك النحس. لانه راكبك النحس يركبك جني، هي شغلات ما لها علاقه بالنحس. واحد لقى شنتاية وسلمها، شو دخلها بالنحس؟ واحد ابن حرام افترى علي وظلمني، شو علاقتها بالنحس؟ هاي شغلات لازم يتم التحقيق فيها قبل ما يوجهوا الاتهام اصلا، هاي بيسموها نقص مو نحس. ماشي، هلا قلنا من الموضوع، خلينا بالموضوع اللي اجينا مشانه، مين بده يقعد بالدكان؟ ليش الدكان جاهزه؟ لك لكان؟ بكره بده يجيبوا صحاحير، ما بده حدا ينطع الصحاحير؟ لك طول بالك، لا تعيط، ببعث الاولاد. ليش مين بده يقعد فيها؟ لك طيب مرتخي، ما في حدا من رفقاتك جوزة عاطل عن عمل نقطفه لهالشغله؟ ليش ما منشوف فواز؟ احتمال يكون ما عم يشتغل. مين فواز؟ لك هذا اللي خبطوا ابني ولزقوا بالحيط. انو حيط؟ حيط يقلب عليك، شو انو حيط؟ جبتيها، قومي جاهزي حالي، خلينا نروح نشق عليه هون، منه بنستفسر على الموضوع ومنه بنعمل له زياره. انو موضوع؟ لك الدكان زائد 117 زائد 117. لا لا حطهم 120. ليش تتبك حالك بالكسور؟ لا بلبك حالي ولا شيء، كله على الآلة الحاسبة. العمى شو أناني؟ يعني الآلة الحاسبة ما بتتلبك؟ حط 120 عم بلاك. حاضر، زائد 120. شوف لي يا ولد الصارو يساوي 20 مليون معلم. ممتاز، هيك صار نجاحنا مضمون 100%. معلم بس عدد السكان 16 مليون. ممتاز، هي أول حالة بالتاريخ بأنه المرشح بياخذ أصوات أكثر من عدد السكان، شو بدنا أحسن من هيك؟ حط عندك لك حط. يلا جاية. مرحبا وفاء، أهلين وسهلين. مرحبا أختي. أهلين وسهلين. الله يعطيكم الصحة. أهلا وسهلا. الله يسلمك. أهلا وسهلا. الله يسلمك. المهلي والله. يا هلا. أهلا وسهلا فيكي. كيف صحتك؟ يا هلا. والله فكرناكم نسيتونا. لا معقولة؟ انتو دايما ببالنا، بس مشاغل، انت بتعرفي البيت والولاد. انا اللي بعرف. اهلا وسهلا. بالمهلي. اخي فواز وينه؟ اخذ الولاد وطلع هو وياهم، هلا بيرجعوا. الله يقويه، الله يقويه. صار عنا شغل دغري تذكرناكم. خير ان شاء الله. شغل شو؟ هذا يا اختي، بصراحة نحن قررنا نفتح دكان، وقلنا منشغل اخي ابو الفوز معنا اذا ما عنده شغل. قاعد لا شغلة ولا عملة، بكيف هلا بس يعرف. ليش ما عم يشتغل؟ مو انه ما عم يشتغل بالمره، احيانا بيصح له واغلب الاحيان ما بيصح له شغل. قبل كانوا اللي يشتغلوا بالفاعل 2-3، هلا ما شاء الله عليهم 200-300 بني ادم في كل يوم بالساحه. ليش شغله مو ثابت؟ ثابت بس بالساحه كل يوم بيروح. هلا انحلت مشكلته، اذا اشتغل معنا بده يقبل الفقر، لانه انا ما راح اتوقف عند الدكان، بجوز ساويها سوبر ماركت، ومعي بدي ساويها سنتر 4 طوابق اسمها سعيد سنتر، لا نايحه سنتر. شو رح يشتغل بالدكان؟ انا اختي ما عندي مجال قبل الظهر، بتعرفي عندي الوظيفه، صعيرة تبقى مو محرز بس احسن من بلا مشان ما يروح علي التقاعد. صعيد تقاعد مو محرز بس احسن من بلا مشان ما اتبهدل بكبرتي. احمد ربك، ما بتعرف قيمة الوظيفة الا لما تكون بلا شغل. ليش هو له قيمة اصلا؟ من غير ما احلف لك، الشحاد ما بيفرق على الموظف بقشه. حاجة بقى سعيد، على القليلة كل اخر شهر بتعرف حالك معك مبلغ. هذا المبلغ اللي بيعطونا اياه واللي بسموه راتب، هذا اسمه سدة بوز. اول الشهر بنستلمه وبننبسط، 2 بالشهر بيخلص بنتحمل، 15 الشهر بنبلش نشحد بننقرق، ب20 الشهر ما بنلاقي حدا يشحدنا بننزل، 29 الشهر بنبلش نكز على اسناننا، ب30 الشهر بدنا نعض، باول الشهر بيسلمونا الراتب مننفس. مرحبا. فبتولة يا بح يا بح، هي شوكتو سكينتو وهي دبدوبتو، ودب الليلة وفينا ودب الليلة ودب. سمسوم آخر انزال. لا طوّس شبكي، خفتي ما بطوّس إذا ما ضغطت على الزناد أوتوماتيك. طوّس
تقولي عقلكم شو صغير انتو البنات، واذا اوتوماتيك ما بتقوص اذا ما ضغطت. انت ما عم تقرا صفحة الحوادث. بابا بيجيب صفحة الحوادث الك، مو قلنا نحن بنفهم، بيجيبها للناس اللي ما بتفهم. جاهزة؟ خمسة أربعة ثلاثة اثنين. الله يخليك الله يخليك. ايش يا بابا؟ هلا بدي اقول له خرجك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. علاء هون؟ ايه تفضل. اهلين يا مدام. كيفك؟ تمام؟ أنا جايك بموضوع كتير كتير هام. ايه؟ معلش نحكي أنا وياك لحالنا على انفراد؟ ايه؟ سلوى؟ اثنين شاي. اثنين شاي. ماشي. شكرا. فوت رامي فوت. موضوع ايش؟ على اسمعني منيح. هلا انا صديقك ولا مو صديقك؟ طبعا صديقي، صديقي الوحيد كمان. حلو الحكي. يعني انت عندك ثقة باخلاقي ولا ما عندك ثقة باخلاقي؟ طبعا عندي ثقة باخلاقك، لو ما عندي ثقة باخلاقك ما كنت بدخلك على بيتي. وانا نفس الشيء. شو قصدك؟ طول بالك شباك توحشت مثل اختك، طول بالك شوي فهم علي. لك ليش عم تحكي هالحكي؟ فهم بعدين قيم. ايه منيح. ايه على ايه انا ايه يعني حابب وطد العلاقه بيناتنا، يعني حابب خليها تصير هيك مثل ما تقول علاقه ابديه. من جهتي انا علاقاتي كلها ابديه. ما فهمت علي. يعني انا حابب يعني وطدها اكثر بكثير مما تتخيل انت. ما فهمت. حابب خليها تصير علاقه قرابه. رامي شو معلش انا مخي سميك شوي ما بلقطع الطاير، وضح لي اكثر. طيب رح اوضح لك. اسمع انا يعني انا رامي حبيبك وصديقك. ايوه. وسلوى قصدي انا يعني وسلوى يعني شو اسمه يعني شو اسمه انا على سنة الله ورسوله. الف مبروك رامي على سنة الله ورسوله. لا تطول بالك شباك انبسطت. شباك على شو سنة الله ورسوله؟ حبيبي علاء نحن انا واختي ميادة، ميادة اختي بتعرفها؟ ايه كتير 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 بتحب سلوى. ايه شو يعني؟ لك انا شو الله جابرني؟ شو الله جابرني؟ لك انت جبت اهلي وخلصنا، بس المشكلة المشكلة انه اهلي مو موافقين. على شو؟ على شو؟ ايه ما فهمت. علاء ركز معي منيح ارجوك. ماشي ماشي. انا بصراحة جاي اطلب مساعدتك. يعني اطلب مساعدتك بانك تقنع اهلك يوافقوا من غير ما اهلي يوافقوا، لانه اهلي مو موافقين. وانا يعني انا صراحة قريبا جدا رح اشتغل ورح اصير قبضاي وافتح لك عينك وارفع لك راسك وافتح بيت واصرف على عيلة كاملة. اي والله ما فهمت. شلون بدي فهمك اياها؟ بسيطة. أحسن شيء دج هدج. دج؟ دج. خلاص؟ خلاص. علاء ما بتتضايق؟ ما بتضايق. إيدي على راسك ما بتتضايق؟ ضايقت شيء؟ لا والله. خلص دج هدج. طيب رح دج هدج. يلا. بصراحة؟ إيه. أنا جاي أطلب. إيه؟ جاي أطلب. أطلب مساعدتك بدي أخطب. مناسبة شو؟ يعني شرط يكون في مناسبة لحتى أخطب. بدي أخطب مثل ما كل هالعالم تخطب يا أخي. بعرف، بس قصدي شو مناسبة الخطاب؟ خطاب؟ إيه. أنو خطاب؟ تبع المناسبة. المناسبة؟ إيه المناسبة. عيد المعلم. أيوة. يا عروس المجدي.
شو احسن؟ اهلا وسهلا، كيفك؟ شو مارة بعضك اليوم؟ ما في شي، سلامتك. عن اذنك. الله معه. يعني اخوك علاء ما ملاقي لي غير هالمصروع يحكي لي معه. ليش علاء احسن منه؟ ما اثنيناتهم كادي وكرندي. فوت لهلك. على راسي يا ابو السيم. اهلين فؤادو. على راسي والله. بس انت وياها. لك شمطوش انت سمسون. ضبي وين اهلي؟ ما بعرف، راحوا مشوار. لوين راحوا؟ شو بعرفني؟ شفت البارود اللي جابها ابي؟ لا وينها؟ شي 6 خزانات رصاص، 9 ميزات تعبويه، 10 فنيه، مثلي طلعت بحمات الديار هذاك الاسبوع. هاي باروده ولا مدفع؟ لا يمكن موديل شبح. يا بلا غلاصتك قدام فؤاد هلا. سلوان شو بدك تشربنا حبيبي؟ يا شاي قهوه بمعيتك. يا ابن ال خاطر حمو، ما بدي اعوي هلا مشان ما يسمعوني الجيران. لك شو انت؟ بدك تجنني انت؟ بدك تجيب اجلي انت؟ بدك تجلطني؟ بدك تصيبني النقطة من وراك؟ كذاب يا ابي كذاب، انا ما قوصت اقوص سمسوم. لك ليش بدي لك سلاح؟ ما بتعرف انه سلاح بايد واحد مثل حكايتك بيجرح. لك يا كلب يا واطي يا قليل الذوق. شو؟ طول بالك. ما عندي طول بالي شو، ما انا ما حدا يحكي قدامي. لا قدامي قدامي لك شيء اسمع. لا يا ربي يا علاء الشر. ها بابا انت بدك تجنني؟ بدك تموتني؟ بدك تجلطني؟ لا. ليش تلعب بالباروده؟ ليش تلعب بالباروده؟ ابي الله يوفقك على مالك ابي. انا ما قصدت العب بالباروده، ماني عرفانه حقيقيه، مفكره لعبه. لك حتى لو لعبه لك طلع من خزانه. مو انا اللي طالعتها سلوى. لك وبعدين معك بدك تموتني انت؟ بدك تموتني؟ ابي حاج ابي الله يوفقك حاج، ما بقدر انا على المواقف. الله يخليك ابي. لك بدك تروحني انت؟ شايفه ايدي؟ شايفه؟ ها لا. شايفه خفيفه؟ ها ابي لا لا رح يخلص والشغل ما خلص. روح يا استاذ وقع شوي لائحة بالاضافي. سلم يخلي لي اياك قبل ما وقع. روح اسال منيرة الله يرضى عليك، لساتني انا رئيس قسم. لك ايش هو الحكي يا استاذ عاصم؟ معقول يكونوا كنسلوك وانت ما عندك خبر؟ تيسير هذا مو سؤال. عمرك شفته غير واحد بعلمه؟ بتكون قاعد بمكتبك عين الله عليك، ما بتشوف غير الامر الاداري شرف عم يتمختر. شو حلقولك؟ طالما لسه ما شرف معناته لساتك. لك اخي انت روح اسال شو خسران. انا ما بدي اياك تعيد كتابه الجدول مره تانية بسبب توقيعي. بلكي وقعت من هون واجى البريد من هون. هلا انا بدي اشتغل سرفيس بينك وبين منيره، يعني كل ما بدك توقع لي توقيع بدي روح شوف اذا حلقولك ولا ما حلقولك. لك امين بلانا فيك. الحمد لله يا رب طعمتنا من خيرك، لا تحجنا لغيرك يا رب. مرحبا تعي. اهلا سهيل. لك شو جابك هلا؟ جاي اشتغل. شو هالحكي؟ شو خلص شهر العسل؟ لك ما خلص شهر عتل، انو عتل يا رجل، انو عتل. انا ادمان على عدد شعر راسي. اني اتجوزت. لك طول بالك، شو عم تعذبك؟ افتكار ما افتكار. تسلم لي عينه، افتكار ما له علاقه بالمره. هذه مرت عمي وفارس. فارس فارس شو هاد يا رجل؟ شو هالفارس هاد؟ العمى اقل كلمه عنده بدي بلبس عيونك التنتين. مو رجال هاد، مو بني ادم، رح يموتني. العمى كاني عايش بمفرغ. حط له حد انت يا شباب. حد انا بدي احط له لفارس حد احكي مثل العالم والخلقية تعيد. انا واحد مثلي بدي احط لفارس حد؟ ايه هاد هو بيحط للعالم حدود، منين بدي احط له حد؟ طيب طول بالك، بشو عم تفكر هلا؟ ما بعرف يا تعيد، محتار، بس بيني وبينك عم فكر انه ضروري صار، ضروري جدا اني اشتري بيت، لانه انا اذا ما استقليت واشتريت بيت اكيد اكيد ما رح تتبلور شخصيتي، بدي ضلني خرطي. ايه معناتها بحياتها ما رح تتبلور شخصيتك. موظف بدك تشتري بيه.
لا تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية ليصلكم كل جديد.